صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الخميس أمام البرلمان وقال نتنياهو الذي تصدر حزبه انتخابات نوفمبر إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة وأقر نواب الكنسة الإسرائيلي صباح اليوم بالقراءات الثلاث التي عرضت على النواب هذا وقدم رئيس الكنيسه المؤقت ياريف ليفين استقالته من منصبه اذ من المقرر ان يتسلم حقيبه وزاريه في الحكومه المقبله